انتي وبس. اول موقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. انا فكرت بما ان الرقص بيحسن الحالة النفسية ونوع من انواع الدعم للبني ادم عموما للست تحديدا في المجتمع بتاعنا، لان الانشطة عندها ضعيفة جدا، فكرت انه ليه ما فيتش بيه ناس تانية، يعني ما يبقاش مجرد كلاسز بتتعامل علشان ناس تيجي تلعب رياضة، يعني اوصل الموضوع لمنطقة ابعد من كده. ففكرت انه احسن حاجة للستات مرضى الكانسر هو الرقص، بما انه افضل لنا كلنا واكتر حاجة هتخليهم ايجابيا افضل. محاربات الكانسر هم فعلا محاربات، يعني هم اقوى مننا بكتير، ويمكن ما عندهمش الازمات اللي احنا متخيلينها بتاعة انه اكتئاب او ده، يمكن بيمروا بيها في مرحلة ما وبعدين بيبقوا اقوى. يعني في منهم دلوقتي هو اللي بيقويني، هو اللي بيساعدني كمان في شغلي، انه ازاي نعمل ايفنت، انه ازاي نجمع الناس، وبقوا مرحبين بده جدا ومبسوطين، لانه في النهايه كمان الرقص مرتبط شويه بالانوثه. يعني لما بنجري، لما بنتحرك، اي جزء في جسمنا احنا فعلا بنكون افضل من غير ما نحس. فكره رقص الجوجو ان هي بتحاول تجمع كل التفاصيل دي وبتقدمها للناس بالعموم، وشغاله دلوقتي على فكره التطوع، وبدانا في فكره محاربه مرض الكانسر تحديدا للسرطان. فكره ورشه رقص تركيزي بدات من سنه، لما لقيت ان في ست كتير عندها مشكله مع الوزن وعندها مشكله مع ممارسه الرياضه، سواء في البيت لوحدها او ان هي تنزل تروح مكان خاص بالرياضه. فليه ما نجمعش بين الرياضه من خلال الرقص، ان احنا نتعلمه ونبتدي الجسم يشتغل ولياقه احسن، وبعد شويه نتعلم خطوات اساسيه بسيطه نقدر نقول ان احنا بنعرف نرقص. بيحسن الحاله النفسيه ومرتبط بالطاقه الايجابيه، وكمان لما بنعمله بشكل جماعي البنات بتتعرفوا على اشخاص جدد وبيكونوا علاقات جديده وبيسمعوا مزيكا بيحبوها وبيتحركوا افضل وكده، يستخدموا اجزاء جسمهم ما كانوش بيستخدموها قبل. ازاي نستخدم خطوات الرقص الاساسيه زي خطوات الاساسيه في الافريكان او الانديان او الشرقي، علشان مبدئيا يبقى في لياقه اعلى للجسم. ثانيا، انا لما بسمع اي تراك في اي مكان مزيكا اقدر ارقص عليه بسرعه والقط نوع الايقاع واكون عندي حركات انا حافظاها فببتدي اوظفها مع نوع المزيكا. انتي وبس. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري، أحد مواقع مجموعة وشوشة الإعلامية انتي وبس.com.